ما كنتش عاقل. جيتي ديال بحال هكا بغيت نعيط على الوالده، اي بغيت نقول لها امي ما يمكنش انا باش يلاه بغيت نهضر مع امي. المشكل قالت لي علاش ما هزيتي السطول؟ بغيت نهز انا السطول من الكوزينه شق عليا. قالت لي جيب السطول تهزيتيها للفوق بغيت تدري معايا. صغري مثلا كسكسو ضاير تتقول لي امي عود كلو كلو. انا علاش ما تهلكيش ناكلو؟ حيت فاش تنجي من الجامع تاعت كور بصريا سخونة. ديك البصريا اللي سخونة ما عنديش انا مع الدار. وكرا عافية اخي الزو وخي الزو تلقى خي الزو مثلا بيع. يا مشكل ديال السميدة. تنبلو ليا فخاص. ديك حنا بغينا نتاكل سكسو. ماذا ناكل سكسو؟ ماذا ناكل سكسو؟ وماذا ناكل سكسو؟ راه انا تنبغي الخبز نعاود ما نجيش معاهم. لا تشعلي ولا تستمد ان ناكلهاش بيت.